طيب راح نكمل الحين chapter array. راح ناخذ الحين اكثر من example على array. example رقم اول. الاكزامبل الاول هو عبارة عن يقول لك هنا calculate the value to store in each array element. يقول لك اعطيني يبغى 10 element في الarray, كل واحدة من هذه الelement عندها even number, فيبغى لي كم element حدد لي. قال لي ابغى 10 element داخل الarray, وهذه الelement العشرة هذولي داخلهم even integer, فمعناتها قال لي array نوعها integer تاخذ السايز حقها او length حقها 10, معناتها راح تكون عندي array من صفر الى كم؟ من صفر الى 9, صح؟ فراح تبدأ من 0 تنتهي عند 9. طيب راح يكون عندي array نوعها integer, اللينكث حقها او الطول حقها 10, يعني بادي الاندكس حقها من 0 الى 9, يبغى محفوظ فيها ايش؟ even number, يعني يبغى اعداد زوجيه. طبعا هنا اعطاك زي بونس, اعطاك زي مساعده, قال لك انها باديه من 2 الى 10. ايش معنى الكلام؟ احنا عرفنا ان الاري هي من 0 الى كم؟ الى 9. اعطاني قيمه اول عنصر اللي هو كم؟ 2. كانه يقول لك في الاندكس 0 خليها 2, لان قال لك اول رقم ابغاه ايش؟ 2. مع وين اول رقم مكانه؟ اول رقم مكانه في اندكس 0, ابغاه الى 20, معناته اخر رقم اللي هو 9 اندكس 0 يحمل قيمه ايش؟ 20. فكان اعطاني بدايه واعطاني النهايه, وانا مطلوب مني القى هذه الاشياء. حلو. طيب راح نشوف كيف. السلايد اللي بعده هنا معطيني هنا برنامج, هنا الحل. اوكي, اول شيء عرف لك هنا, خلينا نبدا من هنا. اول شيء عرف لي عادي انتجر, لانه من سؤال طالب لي انتجر. عرفنا هنا حطينا تايب انتجر, حطينا هنا سوينا اري, يعني اسم الاري عباره عن اري يساوي نيو انتجر. طبعا هنا المفروض ان احنا نحط ايش؟ السايز زي ما احنا متعودين, او اللينث او الطول, صح ولا لا؟ ولكن هنا حطوا لي شيء اسمه array length. ايش يعني؟ بنروح نشوف وش array length. حطوا لي هنا شيء اسمه final. اوكي, قالوا final, بعدين قالوا integer array length يساوي 10. احنا قلنا قبل ان الاري هي عباره عن لها fixed size او fixed length, او هي عباره عن static ثابته. انا لما احط ان الاري عباره عن 10 معناته راح تقعد طول البرنامج وهي 10, ما راح تتغير, صح ولا لا؟ فهالشيء معروف. فعشان كذا احنا في برمجة في الجافا, لو نرجع شوية الجافا, في كان عندنا شيء اسمه final. وش final؟ انا لما اعرف variables مثلا اسمه array length, زي هنا عرفت variables اسمه array length ونوعها integer وقلت له final. انا لما اعرف variables وحط نوعها final, معناته القيمة اللي يحملها هذه variables قيمة ثابتة ما راح تتغير طوال البرنامج. وانا عارفة انه الحجم حق الاري ثابت عمره ما تغير. انا احط 10 معناته راح طول حياته هو 10, لما احط 11 راح يقعد 11. فانا عارفة ان السايز حق الاري ثابت, فعشان كذا انصح بنات مو خطأ ابدا لو تحطون هنا انتجر, بل تحطون هنا القوسين الاري يساوي نيو, تحطون هنا 10 على طول, صح؟ مو خطأ ولا شيء, صح؟ ما راح تنقصكم تيتشر, راح تحط لكم كامل كل شيء, بس عادي تحطون هنا 10 زي ما احنا متعودين دائما. ولكن عشان يكون حلك او برمجتك مور بروفيشنال, يعني احسن, انا عارفة انه هذا السايز ثابت final, فعشان كذا راح احطه السايز هذا, بما اني انا عارفه ان الري حجمها ثابت وهي عباره عن فيكس وهي عباره عن ستاتيك, معناته راح اعرف variables. اوكي, اسمها array length اللي هو بان طول الري, نوعها integer لانه يحمل لي 10 يعني integer, وراح اسميها final, معناته ان حجم الري final. اوكي, كاني اقول 10 هذه قيمه ثابته, لان حجم الري ثابت, فراح اقول هنا بدل ما اكتب 10 اكتب array length اللي هي اصلا تساوي 10. واضحه؟ اتمنى تكون واضحه. اللي عندها اي سؤال تسالني على تويتر إذا ما كانت النقطة واضحة أو شيء. طيب نجي هنا الحين, خلاص أنا عرفت array. أوكي, أنا عرفت هنا array, حلو, حنسمها كذا. هذه الأري بادية من صفر, بعدين عندنا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. خلاص هنا طبعا هذا فاضي, ما في شيء هنا. اوكي, راح يكون عندي array من 0 الى 9 لان طولها 10, صح ولا لا؟ هذا احنا عارفينه. طيب يبغى مني تكون هنا 2
مطلوب السؤال قال بادئ من 2 ومنتهي عن 20. راح نشوف كيف نعبيها بهالطريقة اللي تكون كل الأشياء even، كل العناصر زوجية. أوكي، عندي for loop. طبعا بنات في معلومة حابة أوضحها، الفور لوب هي صديقة الأري. يعني أنا مستحيل إني أعرف أري وما أحط فور لوب في البرنامج. ليش؟ أنا عارفة إن الأري هي عبارة عن مجموعة من العناصر أو مجموعة من الإندكس اللي هي 0 1 2 3، صح؟ فأحتاج إني أتنقل بين العناصر. أوكي، بمعنى لو ما في فور لوب، لو ما عندي أنا فور لوب، معناته راح أقعد طول الوقت في إندكس 0، ما في أحد يحرك لي، ما في أحد ينقل لي من إندكس 0 لإندكس 1، من إندكس 1 لإندكس 2، ما في أحد يحرك لي. فأنا عندي هنا فور لوب، الفور لوب بادية من إيش؟ عندي كاونت تساوي صفر، فأنا المرة الأولى كنت صفر، بعدين أبغى أتنقل، أبغى أصير 1، أبغى أصير 2 3 4 5 وهكذا، أبغى أتنقل بين خلايا الأري. مين راح يمكنني أتنقل بين خلايا الأري؟ هي الفور لوب. فعشان كذا تكون عندي كاونتر داخل فور لوب يمكنني هذا الكاونتر يتنقل بين خلايا الأري. يعني فور اكزامبل راح نشوف الحين، لو ما عندي فور لوب كان انا طول الوقت في اندكس صفر ما تحركت، ما صرت 1 ولا صرت 2 ولا صرت 3 ولا شيء. راح نشوف الحين، انا عندي كاونتر. طيب الكاونتر هذا بالبدايه قيمته كم؟ صفر. هل الصفر اقل من 10؟ هل الصفر اللي هو كاونتر صفر، هل الصفر اقل من الري؟ طول الري، طب كم طول الري؟ عباره عن 10 اللي هو السايز. هل الصفر اقل من 10؟ صح، ترو. يا ترو راح طبعا نذكركم في فور لوب. فور لوب اول شيء تسويه تحقق من الشرط، بعدين صار ترو تروح تنفذ البادي هذا اللي هو هنا، بعدين لما تنفذه وتخلص لما اسوي هذا البادي اروح ازيد الكاونتر. طيب هل الصفر اقل من 10؟ صح ترو. عشان ترو راح اصير هنا، اوكي راح اقول الاري اللي هي اسم الاري هذه حقتنا هذه، بعدين راح اقول الاري، بعدين الكاونتر. طب كم قيمه الكاونتر؟ كاني اقول الري كاونتر، كأنه يقول يعني كم قيمة الكاونتر؟ صفر. كأنه يقول رح الري اللي الاندكس حقها صفر، لأن الكاونتر بعد صفر، صح ولا لا؟ الكاونتر هنا صفر، فأنا أقول رح الري الكاونتر حقها صفر، ودخل داخلها إيش؟ دخل داخلها 2 + 2 ضرب إيش؟ ضرب الكاونتر. كم قيمة الكاونتر اللي هي صفر؟ فبالرياضيات رح نفذ الضرب قبل الجمع، 2 ضرب 0 كم؟ صفر. 0 + 2 كم؟ 2 + 0 راح يعطيك 2، راح تخزن هذه 2 داخل مين؟ داخل اندكس 0، فعلا تخزن 2 جوا اندكس 0. طيب بعدين ايش راح نسوي؟ بعدين راح نزيد ايش؟ خلاص نفذت الحين، راح ازيد الكاونتر. كم راح يصير الكاونتر؟ راح يصير الكاونتر عندنا بواحد. هل 1 اقل من 10؟ صح ترو. فراح اقول هنا 2، اوكي راح اقول هنا دخل جوا الكاونتر اللي هو 1 هالمرة الحين، صار 2 + أجي أغير اللون عشان أوضح لكم، دخل جوا الكاونتر اللي هو 1، 2 + 2 هي ثابتة، ضرب مين؟ ضرب الكاونتر اللي هو مين؟ اللي هو 1. فواحد ضرب 2 كم؟ 2. 2 + 2 كم؟ يطلع لك 4. فخزننا 4 داخل إندكس 1. راح بعد ما نفذنا ايش راح نسوي؟ راح ازيد الكاونتر، راح يكون الكاونتر كم؟ راح يكون الكاونتر 2. ونسويها مره ثانيه، راح اقول هنا عندي الكاونتر كم قيمته؟ 2 تساوي 2 هي ثابته اللي هي هنا، 2 + 2 ضرب الكاونتر اللي هو كم؟ اللي هو 2. 2 + 2 كم؟ 4. 2 كم يعطيك؟ 6. راح تخزن 6 وين؟ جوا اندكس 2، فراح يطلع هنا 6. فراح نلاحظ فعلا كل مره قاعد يدخل لي ايش؟ ارقام زوجيه، اول شيء 2 بعدين 4 بعدين 6 بعدين راح يدخل لك 8 بعدين راح يدخل لك 10 بعدين راح يدخل لك 12 بعدين راح يدخل لك 14 بعدين راح يدخل لك 16 بعدين راح يدخلك 18 بعدين راح يدخلك آخر شيء 20. فلو طبقتها راح تكون نفس الطريقة هذه. أوكي بعدين راح نجي هنا، إيش راح نكمل؟ راح يجي هنا بعد ما نفذ، طبعا لما لحد ما نوصل اللي طلع اللينك 10، هل 10 أقل من 10؟ فولس، فخلاص راح يطلع من الفور لوب وراح يجي هنا. جاي هنا برنت عادية، برنت فيها F. لو تذكرون شوي الجافا كان عنده نوعين من البرنت، في برنت فيها F وفي برنت بدون F. البرنت اللي معها F معناتها عندها رموز هنا، وخاصة عندها إيش؟ عندها هذه. لما أحط أنا برنت وفيها F
معناته أكيد راح يكون عندي هالعلامة. طيب هذه العلامة ممكن يكون بعدها أشياء تدل عليها، مثلا جاني هنا هالعلامة بعدها اس، معناته راح تحمل لي إيش؟ string، يعني حروف، نوف، ريم، سارة، حروف، كلمات. جاني هنا، طيب فهمنا لما يكون بعدها اس معناته راح تكون string. لو جاني بعدها 8، رقم 8 معناته إيش؟ معناته space، راح أترك مسافة. طيب لو جاني بعدها، شوفوا هنا جاني بعدها إيش؟ اس، راح اس يعني خذ الاندكس، راح نطبع كلمة اندكس، بعدين راح نترك مسافة اللي هي 8، بعدين اس راح اطبع ايش؟ فاليو، قيمة راح اطبع فاليو، بعد ما اطبع راح انزل لاين. طيب راح نشوفها اكثر بالاوتبوت بعد شوي. نجي هنا الفور لوب الثانية، طبعا هو الحين راح يسوي، راح يطبع لي اول شيء اس، يعني راح يطبع لي اول حروف حرف يواجهك، اول سترينج يواجهك اللي هو اندكس، راح يطبع لي اندكس، بعدين جاء 8 يعني اتركي مسافة، بعدين راح يطبع لي راح يطبع لي فاليو اللي هي الاس الثانية، راح يطبع لي فاليو، بعدين راح ينزل سطر، بعدين راح يجي عندي فور لوب الثانية. هنا عندي كاونت يساوي صفر، الصفر هذا هو الكاونتر، هذا اقل من الري لينك اللي هي 10 زي ما احنا عرفناها فوق الفاينل. بعدين راح يجي هنا اول حاجة راح يطبع لك ايش؟ جاني برنت، اوكي، وجاك هنا هالعلامة نفسها حقت البرنت هذه بعدها دي، لما يجيك دي معناتها تاخذ ايش؟ انتجر اللي هو رقم كاونتر. بعدين جاني 8 يعني ايش؟ راح يترك مسافة، بعدين جاني دي مرة ثانية معناته راح برضه راح ياخذ انتجر اللي هو هذا. طيب راح نشوفها. أول شيء بنات راح يطبع لي بمجرد اني قلت برنت، بما اني حالة العملية داخل بنت معناته راح يطبع لي ايش؟ راح يطبع لي، راح يطبع لي الكاونتر اللي هو كم؟ صفر، بداية بادي من صفر، راح يطبع لي زيرو، اوكي، وراح يطبع لي قيمة اندكس صفر، اوكي. طبعا بنات لما يجيكم اري، طبعا اري دايما عندها تو فور لوب، غالبا فور لوب الأولى تدخل القيم زي ما شفنا قبل لما دخلت الاعداد الزوجيه، وفور لوب الثاني تطبع لي هذه القيم. يعني احنا الحين في الفور لوب الثاني هدفنا ايش؟ هدفنا ان احنا نطبع القيم اللي دخلتها الفور لوب الاولى. طيب فانا هنا راح اطبع الكاونتر صفر، بعدين اطبعي لي كاني اقول روحي الاري واطبعي لي قيمه هذا الكاونتر. كم الكاونتر؟ الكاونتر بعد صفر، اطبعي لي قيمه اندكس صفر كم؟ 2، فراح يطبع لي 0 مع 2، وراح يترك بين المسافه ليه؟ لان في 8 هنا، اوكي. فنفس الشيء راح نكمل هنا، جاني هنا نفس الشيء مرة ثانية، راح طبعا نفذ هو خلاص، راح يزيد الكاونتر، راح يصير الكاونتر كم؟ 1، راح يطبع لك الكاونتر اللي هو 1، اوكي، راح يطبع لك الكاونتر اللي هو 1، بعدين راح يطبع لك قيمة اندكس ايش؟ 1، قيمة الواحد. لما تشوفون قوس بنات، لما تشوفون قوس معناته اطبعي لي قيمة الكاونتر، قيمة اندكس 1 اللي كم؟ اللي هي 4، بس لما تشوفونه بدون قوس زي هنا، اوكي، معناته اطبعي لي الكاونتر نفسه، كاونتر 0 خلاص اطبعي لي صفر، كاونتر 1 اطبعي لي 1، بس لما تشوفونه بقوس اطبعي لي قيمة اندكس صفر أو قيمة اندكس 1. فنفس الشيء راح يزيد الكاونتر الحين، راح يصير كاونتر كم؟ راح يصير كاونتر باثنين هنا، فاطبعي لي قيمة هنا طبعت 2، طيب هنا طبعت 2، بعدين اطبعي لي قيمة اندكس 2 اللي هو كم؟ اللي هو 6، وهكذا. أتمنى يكون الإكزامبل هذا واضح. بنفس الطريقة راح أطبع كل عناصر الأري نفسها، وراح أسوي لكم زيادة فيديو توضيحي أكثر، وراح أرفع إن شاء الله على الموقع. طيب فزي ما شفنا راح يطلع لك هنا index اللي هو string، بعدين تركي مسافة اللي كان فيه هنا اللي هي هاي علامة اللي هي 8 زي ما قلت لكم، يترك مسافة بين index وبين value، وهنا طبع لي value عبارة عن string، بعدين نزل لي line صرت هنا، طبع لي هنا الكاونتر اللي كانت مكتوبة counter، طبع لي إياها هنا اللي هو الكاونتر، وهنا قيمة هذا الكاونتر، هنا قيمة اندكس 0، هنا قيمة اندكس 1، قيمة اندكس 2، وهذا كل مرة يطلع لي قيمة اندكس 2، قيمة اندكس 3 اللي هو 8، وهكذا، فصار الاوتبوت صحيح. جيب. طيب هذا الاكزامبل الاول خلصنا، الاكزامبل الثاني، الاكزامبل الثاني يقول لك انا عندي اري فيها مجموعة من الاليمنت، مجموعة عناصر، احنا نبغى نطلع السم مجموع هذه العناصر. الحين هنا عطيني array، اوكي، عرف لي array، طبعا هي مريحني مو زي الاكزامبل اللي قبل، الاكزامبل الاول معرف لي array ولا احط فيها قيم، انا كل مرة قاعد ادخل قيم، فاحتجنا قبل في الاكزامبل السابق احتجنا تو فور لوب، فور لوب ادخل قيم وفور لوب الثاني يطلع او تطبع هذه القيم، هنا مريحيني معطيني هنا القيم جاهزة، فانا زي ما علمتكم قبل انا عندي array خاصة القيم جاهزة، هل احتاج سايز؟ لا طبعا، الكاونتر او الكومبايلر سوري راح يعد لي اياها باي ديفولت، راح يقول هنا 0، هنا 1، هنا 2، هنا 3، 4 5 6 7 8 9، معناته ان عندي array من index 0 الى index 9، كم طولها؟ 10،
وراح عاد خاص هي الري جاهزة فيها قيم. طبعا انا ابغى توتال، ابغى مجموع هالعناصر دي كلها، فراح اعرف متغير يحمل لي مجموع، راح يحمل هالمجموع هذا. طبعا نوعه انتجر لان راح يحمل قيم، مجموع القيم يعني مجموع ارقام، فراح يكون رقم فراح يكون انتجر. انتجر بعد راح اقول توتال تساوي صفر، قيمة بدائية له راح تكون صفر. طبعا السم بدائي فاضي، راح اسوي الحين فور لوب تجمع لي طيب العناصر هذه. حلو، فراح اعرف هنا فور لوب راح اقول انت الاي تساوي زيرو، انا عندي الاي او الكاونتر خلينا نسميها اي او الكاونتر اللي هو اي يساوي صفر بداية. هل الصفر هذا، هل الاي هذا او الكاونتر هذا اقل من الاري لينث اللي هي كم اللي هي 10؟ كان يقول هل الصفر اقل من 10؟ صح ترو، بما انها ترو راح ننفذ هنا صح ولا لا؟ اي بنات، هنا لما يجيكم كذا هذه لها تفكيك، راح اكتب تفكيك هنا. طيب لها تفكيك لما يجيك من الطريقة في تفكيك. ايش تفكيك؟ معناته تفكيكها هي عبارة عن total طيب تساوي total طيب زائد اللي هي array counter اللي هو i. طيب راح اعيد مرة ثانية، لما يجيك total تنزلينه تحطين توتال، بعدين تحطين يساوي، حطينا يساوي، بعدين نعيد التوتال مرة ثانية اللي هو التوتال، بعدين نحط الزائد، أوكي، بعدين نحط الأري وداخلها الكاونتر أو نسميه الآي، خلاص حطينا. الحين نعوض عادي، التوتال كم قيمته بنات؟ التوتال قيمته صفر، فراح أقول صفر معي تساوي صفر زائد قيمة جاني قوس، زي ما فهمتكم قبل، مجرد إنك تشوفين اسم الأري. وبعدين قوس بعدين دخل كاونتر معناته قيمة هذا الكاونتر. أنا كم الآي عندي؟ الآي عندي بصفر، فقيمة إندكس زيرو كم؟ 87، فراح أقول 87، 87 زائد صفر كم؟ يساوي 87 صح ولا لا؟ فراح تتخزن جوا مين؟ جوا التوتال، فراح أخزن الناتج هذا جوا التوتال. أوكي راح تتخزن جوا 87 جوا التوتال، فالتوتال كان بالبداية. التوتال كان أول شيء كان صفر صح، التوتال كان صفر بداية، بعدين صار 87. طيب الحين مجرد إن نفذت هذا السطر راح أزيد الكاونتر. كم يصير الكاونتر؟ راح يصير الكاونتر عندنا بواحد. أوكي معناته راح أقول التوتال، أوكي راح أعوض الحين كم مرة راح أعوض، راح أقول 87 اللي هي التوتال ساوي التوتال مرة ثانية اللي هي 87 زائد قيمة الاندكس i. طب كم الاي؟ الاي عندي بواحد، قيمة اندكس واحد اللي هي كم؟ اللي هي عبارة عن 68، راح احط قيمة اندكس i اللي هو قيمة الاندكس الحالي اللي هو واحد، قيمة اندكس 1 اللي هي عبارة عن 68. اوكي فراح تحسبيها بالآلة، راح 68 زائد 87 راح يطلع لك رقم، رقم هذا راح يتخزن في التوتال، فراح يكون التوتال هذا الرقم. فكل مرة راح يجمع لك كذا هذا باللي قبله باللي قبله باللي قبله، فراح بالأخير راح يكون توتال في كل مجموعة عناصر كل array. وبعدين راح أقول لك برنت اطبعي توتال اوف array element، بعدين راح هنا دي معناته خذ لي قيمة، أول قيمة تواجهني اللي هي بعد توتال راح يطبع لك التوتال اللي هو بعد 849، طبقوها على كل هذولي راح تطلع الناتج 849. أتمنى تكون الفكرة واضحة، برضو هذا الإكزامبل راح أرفع لكم فيديو توضيحي أكثر في الموقع. بس نجي لي بعد هنا، خاص انتهينا الحين من الإكزامبل. عندي هنا، هنا كأني يقولك روحي للداتا، أنا عندي array اسمها داتا، يقولك روحي الاندكس سالب واحد، هل في اندكس اسمه سالب واحد؟ زي ما قلت لكم بنات الاندكس دائما يبدأ من صفر وبعدين واحد اثنين ثلاثة أربعة متسلسل، بس ما عندي اندكس اسمه سالب واحد، ولا ما عندي أصلا اندكس بالسالب، ولا عندي اندكس بالبوينت. أوكي فلما أحد يقولك عطوا الاندكس حاط لك إياه بين قوسين يعني اندكس سالب واحد، عطوا الإليجل يعني خطأ إيرور. طيب جاني هنا اندكس عشرة، اندكس عشرة صحيحة، بس أنا الأري حقتي اللي يبغاها هو الداتا لما نروح نشوفها هي بادية من اندكس صفر ومنتهية عند اندكس 9، هل في شيء اسمه عند اندكس 10؟ لا، فهي أكبر من حدودي فخطأ، ما عندي شيء اسمه اندكس 10. أول ما تشوفين بوينت خطأ، ما عندي اندكس أصلا مكون من بوينت، فلما تشوفون اندكس في سالب أو في بوينت على طول خطأ بدون ما تشيكون، ما في اندكس أصلا بالسالب ولا بالبوينت، بس لما تشوفون 10 أو شيء شيكوا الري منتهية عند مين؟ منتهية عند 9 معناته ما عندي 10،
اوكي. طيب هل في اندكس اسمه صفر؟ طبيعي اي اري لازم يكون فيها اندكس صفر لان هو بدايه فصح. اوكي هل في اندكس اسمه 9؟ اوكي راح اشيك، راح اروح للداتا واشيك، اي والله في 9 خلاص صح صحيحه. طيب نجي هنا، هنا كأنه يقول لك خذي قيمة مين؟ اندكس 5. ايش قيمة اندكس 5؟ 14. فراح اخذ 14 اللي هي قيمة اندكس 5 زائد ايش؟ 10 اللي هي قيمة ثابتة، فراح تطلع لك قيمة اللي هي 24. اوكي هنا يقول لك خذي قيمة اندكس 3. اوكي وينها؟ هذا هي سالب 3 صح ولا لا؟ قال لك انها اندكس 3 هذا اللي هو سالب 3 معي زائد كم؟ زائد 10. طبعا عادي شالت الكبير اللي هي الموجب واطرح، لان الاشياء مختلفة فاطرح. 10 ناقص 3 كم تطلع؟ 7. فراح اخزن، راح اخزن 7 وين؟ راح اخزن 7 في وين؟ في اندكس 3. الناتج راح يخزن في اندكس 3، فراح تكون هنا بدل ما هي سالب 7 راح تكون هنا سالب 3 سوري، راح تكون هنا 7. طيب اوكي هنا نوقف بنات، ان شاء الله المحاضره الجايه راح اتكلم عن انواع الاري اللي هي عندنا النوع الاول، عندنا نوع يكون 1 دايمنشنال، عندنا 2 دايمنشنال، راح ناخذهم ان شاء الله المحاضره الجايه.